حنا غادي نسولو هاد الشاب واش يقبل ان امرأة تصرف عليه ولا تخدم معاه ولا فين وصل العصير؟ 8 درهم ثمن مناسب. 8 درهم اللهم عليك الحمد. ياك ماشي بخير العربي. بغيت نسولك تقبل امرأة تخدم معاه؟ لا 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 تخدمش عليا. خدم على راسي. خدم على راسي وخدم على الوالدة وتعاون انت وياها. انت خدام وهي خدامه؟ لا لا يا. لا ما نقولش يعني ما فيها باس تعاونوا بجوج. انت خدام وهي خدامه؟ لا لا خدم عليها انا انت تخدم عليها. الرجوله منذ الطفوله. راه شوفوا قلنا لكم كاينين رجال وباقيين رجال وهم كثر، انما كاينين كتلقى بانهم متعاونين، المراه خدامه والراجل خدام ما فيها باس. ولكن لا لا انت ما انت المراه خصها تجلس في الدار تريح في الدار. ياك الرجال قوامون على النساء بما انفقوا وما ملكت ايمانهم. تبارك الله عليك. برغم انك خدام خدمه بسيطه ولا الظروف تحت لها انها تكون تعاونك ما فيها باس. لا لا بصح زعما واش هذه يضرب الصح ولا قدام الكاميرا؟ والله لا يضرب الصح. ما كاينش المراه ما تخدمش. المراه ديال الدار ماشي المراه ديال الدار ماشي ديال الخدمه ديال ماشي ديال الزنقه. ماشي ديال الزنقه. انت اللي ضربت سماره؟ لا انا نضرب سماره. واخا شنو رايك في الرجال باردين؟ بعض الرجال طبعا ماشي كلشي باردين الكساف اللي تيقدر هو يجلس يحط رجل على رجل والمراه مسكينه تخرج تضرب سماره. الله يهديهم. الله يهديهم. مزوج انت عندك؟ لا باقي. وانتم العيالات راجل والا فلا. هو قال لك يخدم. دابا لا جبرك الله شي بنت الناس ما تخليهاش تخدم. لا ما تخدمش. لا صح؟ لا شحال كتصور؟ حسب كل نهار رزق. كل نهار رزق. المهم عايشين معاهم. المهم الحركة بخير الحمد لله. الحمد لله. مبارك الحمد. أنت أنت رجل في زمن ما غنقولش قلة فيه الرجال، كاينين الرجال وكاينين كثر وما أكثرهم. شنو تبغي تقول كلمة أخيرة؟ الأمثال هاد الرجال اللي كيعولوا على المرأة هي اللي تخدم. كنقول لهم الله يهديكم دوزو تخدموا. عريو على كتافهم. عريو على كتافهم. ياك ما بقاوش تعولوا على المراه. حيت ولينا كنشوفوا بصح نيت ابراهيم بانه كاينين بعض الرجال اللي ولا باغي المراه هي اللي تخدم والمراه هي اللي تكون عندها الدار وتكون عندها الطوموبيل وهو باغيها بارده. وعلاش جاتو ما عرفتش. ما عرفتش. الله يهديهم. الله يهديهم. تبارك الله عليك. شكرا. وشنو تبغي تقول للناس المغاربه كلهم في شهر رمضان الكريم؟ نقول لهم رمضان مبارك سعيد الله يغفرنا في هذا وعشر والله يسهل على المغاربه كامل. ايوا جو تشربوا احسن عصير عند ابراهيم في المسيره جوج. تبارك الله عليك. العربي شربيه وهربي. يلا جو عند العربي شربيه وهربي. تبارك الله عليك العربي. ايوا زيد شفتي في مرحبا بهم عندي. الله يحفظك ليا. بارك الله فيك. كان معنا العربي. سمعنا زيد اخويا. فعلا الرجال قوامون على النساء بما انفقوا وما ملكت ايمانهم. كلام الله واضح لا جدال فيه. ما غاديش نبقاو نجادلوا ونبقاو نخلقوا اعذار ومبررات. انا ماشي ضد ان المراه تكون خدامه تعاون مع الرجل، يكونوا خدامين بجوج، انما ماشي تبقى جالسه حاطه رجل على رجل وكتسنى الرجل او كيتسنى المراه. الرجل يبقى حاطه رجل على رجل وكيتسنى المراه تصرف عليه.